انضمت الي عبر الهاتف الناشطه السياسيه دكتوره كريمه الحفناوي، عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير. دكتوره يعني كريمه، الامور وصلت الى ما وصلت اليه الان. دكتوره كريمه، كيف ننزع فتيل الازمه من ان تتفاقم اكثر من ذلك من وجهه نظرك؟ الحقيقه انا عايزه اقول، انا اسفه مش سامعه سؤالك قوي، ممكن السؤال تاني؟ دكتوره كريمه، احدثك عن كيف ننزع فتيل الازمه، كيف نجعل الازمه تنتهي عند هذا الحد ولا تتطور اكثر من ذلك؟ الحقيقه اللي انا عايزه اقوله الاول، يعني اتفضلي يا فندم، مدام يعني في مداخله انا على جزيره مباشر مصر، اتفضلي. ان احنا نقول الاتي: اولا لو انتوا فاكرين كويس قوي وانتم زعتم من قبل ان احنا بقالنا شهر قوى الوطنية من أولها لآخرها رفض الجمعية التأسيسية، قوى التحالف الديمقراطي الثوري والحزب الديمقراطي والتحالف الشعبي وكفاية والحركات الشعبية كلها، قلنا ان احنا هننزل من اجل الدستور والعدالة الاجتماعية، وقلنا ان مسودة الدستور دي احنا رفضناها، وقلنا ان احنا هننزل عشان حد ادنى للاجور، وقلنا ان احنا هننزل لمطالب كثيرة. واذا ما تم بالامس قبلها الدكتور محمد البلتاجي يقول لك لابد من الاختار، والاختار ده اللي عايزين يقيدوا بيه الحركة والحريات في الدستور، احنا بنرفضه لان دفع دم من الشعب المصري وانتزعنا حرياتنا من زمان قوي. واذا بعديها ليله ما احنا نازلين وبعد شهر بنعد لهذه المسيره، اذا بهم ينزلون قبلها بيوم ويقولون اننا هننزل ميدان التحرير، وزعموا انهم نازلين علشان القصاص. اولا القصاص ده حق الشعب المصري كله، وكفايه بقى مزايده باسم الشهداء يا دكتور عصام ويا دكتور بلتاجي، لان من يحافظ على الشهداء ويقف معهم حتى الان هم القوى الوطنيه. انتم تركتوا دم الشهداء في محمد محمود، وتركتم دم الشهداء في مزبيره، وقلتم لنا بالحرف الواحد ان كفايه بقى عشان نروح البرلمان. اتاري بقى نروح البرلمان ونستولي على السلطات، فلا احد يزايد منكم بانكم نازلين امبارح علشان القصاص ودم الشهداء. كفايه بقى، لان بنتوا على حقيقكم. والحقيقه انا قلت النهارده الصبح اذا كانوا فعلا نازلين علشان القصاص، مرحبا في الميدان، فالميدان يسع كل القوى الوطنيه. واعتقد ان الديمقراطيه معناها حكم ومعناها معارضه. ولكن قلت برضو الصبح اما اذا كانوا نازلين ليعيدوا مكان، يعني يعملوا نظام مبارك من انهم يعتدوا على المعارضين، فانا بقولها بوضوح شديد النهارده في 150 مصاب، 100 في القصر العيني و50 مصاب في مستشفى المنيره، والبلاغ اتقدم بهؤلاء المصابين في اسم قصر النيل، والبلاغ متقدم ضد عصام العريان والبلتاجي الذين نادوا بان الاخوان ينزلوا، رغم انهم كانوا بيقولوا ايه المظاهرات بالاختار، لكن سبحان الله بقت حلال عليهم انهم ينزلوا. القصاص هو حق الشعب المصري. اسمحي لي يا دكتوره كريمه، يعني اسمحي لي دكتوره كريمه، للمزايده والجمعيه الوطنيه للتغيير اصدرت بيان ونحن اعضاء فيها جميعا وكل القوى الوطنيه، وبكره 6 هناك اجتماع للجمعيه الوطنيه لنرى ماذا سنعمل معا ضد ميليشيات الاخوان الذي اعتدت على الناس النهارده. دكتوره كريمه، يعني اسمحي لي، هم يقولون ايضا انهم تم يا دكتوره كريمه، دكتوره كريمه، هم يقولون ايضا انهم تم الاعتداء عليهم وحرقت لهم اتوبيسات، يعني واذا بالميليشيات موجوده علينا علشان تضربنا. انا بقول للشعب يا مصري، انت ترى اليوم ما معنى الفاشيه قد ايه؟ اللي بيقول لك، واحنا كنا بنقول ده، نحن نخشى من الفاشيه الدينيه. إذا كنت يا شعب يا مصر هتسأل إيه هي الفاشية الدينية، هي دي، هي القمع والاستبداد وباسم الدين. دكتورة يعني اسمها معارضة. دكتورة كريمة، لو سمحتي أرجو أن يعني أن تعطيني فرصة كي أناقشك فيما تذكرين. قبل أنهم لا يؤثرون في الشعب، في الشارع المصري، ولا داعي لهذا اليسار المتشرذم، ولا داعي للقوى الوطنية
هل عندكم الحكم هو أن يخرج الميليشيات وييجوا بالعربيات من كل المحافظات علشان يهدموا المعارضة زي ما هدموها قبل كده في الجمعية التأسيسية وهدموا الإعلاميين؟ يعني أعتقد أن اللي باع دم الشهداء باعوا من أول ما تفاوض مع عمر سليمان وذهبوا له، باعوا بعد كده، باعوا الثورة بعد أول شهر في استفتاء 19 مارس هما والمجلس العسكري، وهم يبيعونهم الآن أيضا بالخروج الآمن الذي أخرجوا به المجلس العسكري، ما فيش خروج. شكرا جزيلا دكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير والناشطة السياسية. الحقيقة يعني كنت أود أن تعطيني الدكتورة فرصة لكي أطرح عليها بعض الأسئلة، لكن من الواضح أنها لم تسمعني بالشكل الكافي.